مرحبا، سوف أحدثكم قليلا عن الأرض. تبين لنا الكرة الجغرافية والخرائط أماكن اليابسة والماء على سطح الأرض. يغطي الماء 3/4 سطح الأرض تقريبا، وبعض أشكاله هي المحيطات، البحار، البحيرات، الأنهار والجداول. أما اليابسة فهي التي تعطي الأرض شكلها، وبعض أشكال اليابسة هي الجبال، التلال، البراكين، الكهوف، الوديان، السهول، الجزر وشبه الجزر. الجبال مناطق مرتفعة من اليابسة، قد يكون لها قمم حادة وجوانب شديدة الانحدار. التلال تشبه الجبال لكنها أقل ارتفاعا. البراكين أيضا تشبه الجبال لكن في أعلاها فتحة، قد تثور أحيانا وتخرج منها حمم بركانية. الحمم البركانية هي صخور منصهرة شديدة الحرارة. الكهوف هي فتحات كبيرة داخل الصخور تتكون خلال فترة زمنية طويلة. البوديان هي أراض منخفضة بين الجبال والتلال. السحول هي مناطق منبسطة وواسعة، وعادة ما يغطيها العشب. الجزر هي مناطق من اليابسة يحيط بها الماء من كل جانب. شبه الجزر تشبه الجزر لكنها ليست محاطة بالماء من كل جانب. الأرخبيل هو مجموعة من الجزر، والبحرين أرخبيل. سطح الأرض دائم التغير، لكننا قد لا نلاحظ التغييرات لأنها تحدث تدريجيا وببطء شديد. الماء الجاري والأمطار والرياح يجرفون التربة ويفتتون الصخور ثم ينقلونها إلى أماكن بعيدة. لكننا قد نرى بعض التغيرات التي تحصل فجأة نتيجة الأعاصير والفيضانات والزلازل والبراكين.